البغوي هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي أبو محمد، الإمام الحافظ الفقيه المفسر، صاحب التفسير المشهور معالم التنزيل في تفسير القرآن، ومن مصنفاته أيضًا شرح السنة، ومصابيح السنة، والأنوار في شمائل النبي المختار، وغيرها، كان ورعًا زاهدًا جمع بين العلم والعمل توفي رحمه الله سنه ست عشره وخمسمائه من الهجره